الظروف والسنين بينه وبين كربلاء إلى أن صار على فراش المرض. حتى لما صار على فراش المرض وتجرع السم أيام الوليد بن عبد الملك، الإمام يغمى عليه، تصور ثلاث مرات يغمى عليه يفيق. شي يقول؟ أسألكم شي يقول الإمام؟ يقول وجهوني ناحية كربلاء، خذوني إلى كربلاء. ليش سيدي؟ قال حتى أصرخ هناك ثلاثا وكربلاء وكربلاء وكربلاء، حتى كأني به على فراش المرض بعد أن تجرع السم وقل وكربلاء على قلبي في خاطره، مد يديه وأسبل رجليه، ويلي عليه، وغمض عينيه يا الله، وفاضت روحه الشريفة أين المنادي وإماما وسيدا، فارق أبو محمد الدنيا ومات مسموم، وما جت الروضة بالقبر والدين مهدوه، أخذه الإمام الباقر مدده على المغتسل، كأني به تنحى جانبا كما تنحى جده أمير المؤمنين حين غسل فاطمة. سيدي ليش تنحيت؟ قال رأيت آثار الأغلال والجامع على صدره، شمار عن أرداني أبو جعفر وشالي ومدد فوق المغتسل، هل والدمع هلا، يقل لي يا شبل حسين يا ريس الملة، أثر عليك القيد هلي في أيادي. أخذت الجنازة رفعت، وين مروا بها؟ مروا بها على روضة فاطمة، كأنما أنين وحنين من داخل القبر، يقلها يا شايلين جنازته يم اطرحوها، لسان حال فاطمة مسموم، يا ابن حسين كبدك قطعوها، ليتام يا ابني والأرامل ضيعوها، يا شايلين جنازته يم اطرحوها. أخذ الإمام إلى البقيع، وقف الإمام الباقر صلى على جنازة أبيه، ثم بعد ذلك وضع في ملحوظته وهيل التراب عليه، وضع الإمام الباقر يده على خاصرته، أبيه في أمان الله. ذهب الإمام وكربلاء على قلبه، ما فارقت محياه. خلنا نروح إلى بعض مواقف الإمام إلا ذكرها وما نساها. يمر بالمدينة فيسمع رجل ينادي، أنا غريب يا أصحاب الحوائج يا مرضى،
الإمام يقول له أنت غريب، قال بلى، قال إذا جعت يطعمونك الطعام، قال بلى إذا عطشت يرونك الماء، قال الماء مباح للكلاب والخنازير. يا الله، قال إذا مت يطرحونك على الثرى، يوارونك الثرى، قال بلى المسلمون كثيرون. قال من تغريب، من تغريب، إذا من الغريب؟ قال الغريب أبو عبد الله الحسين الذي بقي ثلاثا بلا غوث ولا كفان. بعد سيدي اسمع اسمع، يمر على الماء، على ماء الفرات. شي يقول لها؟ يقول لها يا فرات يا فرات يا فرات. يقول لها يا فرات، أما زال ماؤك يجري وقد قتل أبي عندك عطشانا؟ ولذا أبو حمزة يقول لسيدي، أما أنا لهذا البكاء أن ينقضي، لهذه الدموع أن تتوقف؟ الموت لكم عادة؟ قال بلى بلى بلى، الموت لنا عادة عادة، لكن يا أبا حمزة وين راح وين راح مولاك؟ قال ما وقعت عيني على أخواتي وعماتي زينب، ما وقعت عيني على عماتي، على أخواتي وعماتي. اشتتذكر سيدي؟ قال إلا ذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة. يا أبو حمزة يا تعاتبني وجنك تجهل الأسباب، ولا شفت البلايا اللي ورثها علينا الباب. اسمع اسمع، يقول له إذا يوسف يا أبو حمزة بفراقان عما يعقوب، أنا كم يوسف قبالي انذبح وتريد ما ذوب. قال له تتحمل يا أبو حمزة؟ قال له بلى. قال له أبويا يا أبويا يصعب أحكي لك يا أبو حمزة عن أحوالي، شفت بعيوني يا أبو حمزة، كفاية سهم المثلي وقع في وسط دلالي، بس وقع سهم. قال له لا، ولأن من الصدر من شاء بقوة من الظهر شالي. قام يبكي أبو حمزة، قال لي بتشيك الموقف. قال له بلى. قال له إذا صابك عجب اسمع، مصيبة أعجب وأعجب. الشيخ حسن الطهراني يقول كنت يوم على المنبر وتحت المنبر الميرزا الشيرازي، يقول لما وصلت إلى هالمقطع قال يا شيخ كفى 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 لا تتكلم. يقول لما قلت ودخلت زينة يا الله دخلت على مجلس ابن زياد، آه يا زينب. يا الله،
إلهي تقبل عزاءنا، اشف مرضانا، فك أسرانا، رد غربانا، وارحم شهدانا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم. إلى أرواح الشهداء السعداء ومن مات على الإيمان، نهدي الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.